ستتاخر قليلا اعود اليك طارق بالنسبه لوضع اليوم يعني ستكون جلسه استثنائيه قيل الكثير حول موضوع الميزانيه العامه للدوله برايك التوجهات ستصب ايجابيا يعني وماذا يعني كيف يمكن ايضا التعبير عن كلمه ايجابيه عندما عند الحديث عن فوائد ربما في الميزانيه او اي بنود تتعلق بها الميزانيه هي حدث يمكن توقعه وهو متوقع ومحدد جميع جوانبه منذ اكثر منذ شهر، بمعنى انه لا يوجد مفاجات، نعرف الميزانيه ونعرف اين تصرف ونعرف ما هي القطاعات التي تستفيد والنسب التي تستفيد منها والقطاعات التي لن تستفيد ولن تستطيع ان تستفيد، اذا لا يوجد مفاجات في هذا الامر، لذلك التاثير سوف يكون قليل. يعني تأثير الميزانية دائما في الغالب على أداء السوق يكون قليل ليس لعدم أهمية الميزانية ولكن لأنه نشاط يمكن توقعه أي نشاط يمكن توقعه ردة الفعل تكون استباقية قبل هذا الوقت أو لا تكون إطلاقا بعكس أن الأشياء التي لا يمكن أن تتوقعها مثل المفاوضات التي تتم في أمريكا الآن بين الرئيس أوباما والكونغرس هذه لا يمكن أن توقعها قد تنجح وقد تفشل لذلك جميع الاحتمالات مطروحة، لذلك قد يكون تداول اليوم أكثر منه ميلاً إلى السلبية نتيجة الضغوط، ولكن هذا ليس معناه فعلاً أن بعض الشركات لن تستفيد من هذه الميزانية نعم، طيب فيما يتعلق ب يعني الـ قالوا عن قطاع الصحة، عن قطاع التعليم سيكون له أيضاً دور كبير، والحكومة هي مصممة على أن تنجز يعني مزيد من ضخ السيولة في هذين القطاعين، هل برأيك سيكون هناك أيضاً استفادة ستؤثر يعني وفعلاً كان واضحاً أن التوجهات الحكومية ستذهب إلى مزيد من الضخ في هذا الأمر وهذا سيؤثر على قطاع التأمين برأيك أم قطاعات أخرى ستكون أكثر تأثراً؟ إذا كنا سوف نتكلم عن الميزانية أعتقد أن القطاعات الإنشائية مثل الأسمنت وغير الأسمنت هي المرشح أكثر ولن تستفيد لماذا؟ لأن معظم شركات الأسمنت لدينا تنتج بطاقتها القصوى أساسا ليس لديها قدرة على التوسع وإن رغبت في التوسع سوف تحتاج إلى وقت لكي تقوم بذلك بالنسبة لشركات التأمين للأسف نحن لدينا شركات ضعيفة جدا لدينا شركات ممثلة معظم الشركات التي عندنا ليست شركات تامين هي شركات اعاده تامين تقوم باخذ المنتج او القيام بعمليات التامين في شركات اخرى انا لا اقول ان هذا غلط او هذا غير صحيح ولكن فعليا فعليا 90% من شركات التامين التي لدينا اساسا غير مؤهله للبقاء فترات طويله لذلك اعتقد انه قدرة الشركات التي سوف تستفيد من التوسع في عمليات التأمين شركات محدودة لا تتجاوز الخمسة أو الخمسة الشركات تقريبا نعم طيب مع هذا الأخذ ورد يعني مع وجود الميزانية مع وجود رغبة حكومية قوية بالإنفاق لكن هناك أيضا يعني يد اخرى تظهر يعني واجراءات قاسيه واخذت يعني اخذ هذا هذه الاجراءات او التصريحات والقوانين الكثير من الاخذ والرد والانتقاد، بالنسبه لوزاره العمل برايك ما هو الجديد الذي يمكن ان تحمله ب 2013؟ هل برايك ستكون هناك يد يعني قويه فيما يتعلق بتطبيق القوانين التي تم الحديث عنها سابقا؟ مشكلة وزارة العمل من اعتقادي كثرة القرارات وكثرة البرامج وكثرة الظهور الاعلامي هو الذي اضر بوزارة العمل شيء اخر طيب ما في تنفيذ على الارض بيضرب... يعني طارق؟ لا يوجد تنفيذ على لا. الارض؟ دعيني اقول لك شيء، عندما تكون هناك برامج كثيرة علينا ان نحدد اذا كانت وزارة العمل ترغب بالتقيام بتوطين الوظائف، هل سوف تبدا من الادنى او من الاعلى؟ اذا بدات من الادنى بمعنى الوظائف البسيطة، العمال الموجودين في المصانع سوف تضرب جزء كثير من هذه المصانع والشركات إذا بدأت من الأعلى وبخطة مدروسة للتوطين فيها بطريقة منظمة سوف يكون شيء جيد لأنه أحياناً أحياناً توظيف توطين وظيفة واحدة من الأعلى يعادل عشرين أو خمسين وظيفة من الأدنى إذاً القضية هنا القضية وزارة العمل كأنها في سباق تحاول أن تظهر بشكل إعلاني كثير لذلك تلاحظ الآن أنه الكثير من المتأثرين بهذه الأنظمة متخوفين منها جدا ويتخذون موقف عدائي منها لسبب وحيد أنها لم تعطى وقت للدراسة ولم توضح لهم بشكل أفضل لم يستشرهم أحد فيها لذلك نعم سوف تؤثر إلى حد ما في خطط بعض الشركات للتوسع من ناحية الاستقدام ومن ناحية قدرتها على جلب العمالة نعم طيب خلينا نعود لوضع الـ يعني الـ القوانين بشكل عام يعني هل برايك طارق يعني انت اشرت انه هو قد يكون توظيف اعلامي اكثر منه ربما اجراءات عمليه على الارض طيب هل هناك نيه او يعني تشتمون نيه انه سيكون هناك تراجع عن بعض عن بعض هذه القرارات اشك في ذلك لان ثقافه الاداره لدينا ان التراجع هو اعتراف بالخطا الخطا لا احد يعترف به في, في ثقافتنا لذلك اشك في ذلك لكن انا اقول لك 80% من الاضرار بوزاره العمل ليس بسبب اداء وزاره العمل، ولكن بسبب الاداء الاعلامي لوزاره العمل، كثره عمليه الظهور، كثره المقابلات، كثره التصريحات الصحفيه تجعلهم احيانا كانهم يبررون، الان شيء اخر، عمليه تطبيق البرامج في عمليه التوظيف هذه مدارس بمعنى انك عندما تريد ان تقوم يجب ان تحدد من اين سوف تبدا، هم الان بطريقتهم التاليه، مثلا في احد التصاريح يقول اعتقد وزير العمل لا اعتقد متاكد وزير العمل يقول لدينا 200 الف سجل تجاري لا يوجد فيهم اي سعودي، هذا شيء طبيعي، لان هؤلاء سباكين حلاقين عمال بسيطه، لو حتى قمت بايقافهم تماما لن تجد البديل، اذا انا شخصيا لا اتوافق مع هذه السياسه، اتوافق مع سياسه عمليه التوطين يجب ان تتم من اعلى وليس من ادنى، لذلك يجب ان يتم التوجه الى الشركات الكبيره الشركات الكبيرة الضخمة وليس الشركات الصغيرة لأن الشركات الصغيرة هي قدرتها في المرونة والحركة من خلال هذه الأمور طيب يعني برأيك الشركات الكبيرة هل تعني بضمن قطاعات أيضا استراتيجية وقوية من المفروض أن يتم التوطين اللجوء إليها والتوطين وتوطينها وبرأيك لماذا تأخرت يعني إن كنت أنت إن كنت تصف هذه الحالة لماذا تأخرت هذه الخطوة إلى الآن هل أنه كمان لا توجد كفاءات الشركات الكبيرة يوجد كفاءات الشركات الكبيرة لديها القدرة على المرونة بمعنى التحرك مثلا لو كنت أنا صاحب شركة أو مدير شركة كبيرة وأرغب أن أخفض نسبة أرفع نسبة السعودة بمنتهى البساطة أقوم بنقل مئة أو 150 وخمسين من الأخوة المقيمين هنا لدي بأسماء إلى نطاق شركة أخرى تعمل في دبي وأعطيها اسم آخر أصبح هؤلاء الموظفين الآن مثلا موجودين يعملون في دبي ليس لهم علاقة في نسبة السعودة تماما ولكن هم فعليا موظفين لدي فعليا هم يعملون لدي ويستلمون رواتبهم لدي شيء آخر أيضا هناك لدينا بعض المكاتب والشركات تقوم بتوظيف الموظفين على اسمها توظيف من الباطن ولكن هو فعليا يشتغل في الشركة ويعمل في الشركة ويستلم راتبه في الشركه ولكن في وزاره العمل هو معين انه مدير في شركه اخرى وزاره العمل يجب ان يكون لديها القدره على التعامل مثل مع هذه الاوضاع <applause> يعني واضح انه عليها ان تذهب بعمق يعني عليها ان تتغلغل ايضا في هذه الاوضاع وان يكون لديها فريق من التحريات واضح يعني لي هو لي لديها, لديها 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 انا انا اتذكر جيدا في احد البنوك لدينا انه عندما كانت ياتي تفتيش تفتيش على هذا البنك كنت اجد في الموقف الخلفي مجموعه من اكبر مدراءهم موجودين يشربون سجاير لانهم غير اساسا غير قادرين على البقاء لان بقائهم في البنك غير قانوني خلال فتره التفتيش يعني حتى في حتى بالبنوك الكبيره يجري هذا الامر نعم نعم غير حتى في البنوك وانا شخصيا لن اقول لك سمعت في احد البنوك شاهدت بعيني انهم اثناء فتره التفتيش ينسحبون في الخارج جزء من المدره انا لا اقول عمال جزء من المدره ينسحبون في الخارج لان وجودهم في البنك اساسا غير قانوني طيب من سرب لهم يعني من سربها بالكبس اذا بتجي انه كبسوا عليهم كمرحله تفتيش من سرب لهم ان هناك احد يفتش عليهم هناك تسريبات معناها انا مثل ما قلت لك انا اعرف اعرف اسماء شركات لو احد سالني ممكن اعطيك اسماء شركات شركه من شركات الاتصالات مثلا تقوم موجود لها مكاتب في دبي تعين فيها موظفين لانها تريد ان ت... من الباطن تعينهم من الباطن هو موظف فعليا لديها ولكن لكن فعليا يعني على ارض الواقع امام وزاره العمل وفي القوانين وفي الورق هو موظف في شركه اخرى انت تقصد موبايلي يا انت تقصد موبايلي؟ لا لا اقصد موب... لا اقصد موبايلي، لا اقصد موبايلي طيب، طيب فيما يتعلق بالنسبه للشركات او القطاع المصرفي، لنتحدث عن التوزيعات، يعني كانت سخيه، كانت متوافقه مع ما تم توقعه، برايك حتى الساعه فيما تم اعلانه من توزيعات القطاع المصرفي، كيف تراها؟ وتعلق ايضا على اداء القطاع؟ القطاع المصرفي الان يتم تجنيب المخصصات فيه بشكل مول انا اخر رقم تابعته هو 25 مليار بعد ذلك توقفت عن العد اذا كان هو يحقق نسب نمو التي تشاهدينها والارباح والتوزيعات رغم هذه التجنيبات انا اقول لك تخيلي تخيلي انه كانت محافظ القروض فيه جيده ويتم اعطائها بناء على مهنيه واحترافيه عام 2008 كانت نسب النمو لا يجب أن تقل عن 20-25% الآن المشكلة لدينا يعني أنه أنه عندما حصلت الأزمة في 2008 في البنوك وفي قطاع التأمين في الولايات المتحدة الأمريكية تم تغيير معظم الإدارة التنفيذية في هذه البنوك والشركات لدينا مرت الأزمة وتم تجنيب 25 مليار ولم يغادر أحدا <applause> يعني وهذه دائما النقطة التي دائما ما نعود إليها معك طارق فيما يتعلق أنه لا أحد يتحمل المسؤولية وكما يعني وذكرت بالبداية أنه ثقافة الخطأ كثير صعبة، صعب أنه نعترف عليها، نعترف بها، أشكرك طارق الماضي فعلا على كل هذه المعلومات